بيركب بيروح الخمسة لابوه، فبيشوف آدم فشافه في معانا في القطر. حتى يومها راح جايب له لعبة السلم والتعب، شافه في القطر قال له يا آدم، قال له ما دي مامتي، قال له انتوا قاعدين هنا، قال له لا ده احنا قاعدين مع تيتا. فجي سأل هنا وعرف ان هي متطلقة، وجيت اقدم لها زي اي حد. من 4 شهور؟ لا مش من 4 شهور. الكلام ده من سنوي، لانه هو اتقدم ومشي، اخته ربنا يشفيها ويعافيها كان عندها مرض وعمليات. ده هي فتره التعارف، فتره الخطوبه، اجل الموضوع. وبعد كده رجع كنا في رمضان، بعد كده عملنا وفتحه وشبكه وجهزوا شقته وخلص. وحصل نصيبه واخدها، وسالنا عليه في الشغل قال له محترم وكويس وفي حاله والحمد لله. بس بعد كده بقى ما ظهرناش حاجه خالص. خلال 4 شهور انت قلت لي كان في يعني مشاكل كتيره ما بينهم، من اسلوبه ومن تصرفاته. شهر كان كويس وبياخدهم ويخرجهم كويس، ما فيش حاجه. مشاكل بقى بتبقى في البيت بس انا ما بشوفش. يعني هي ما اشتكتش قبل كده بنتك او قالت ان في اللي لو عايزه حاجه اتصل بيا وانا اجي لها، او كنا نكلمه يا ابني سيب الباب مفتوح، يا ابني ارحمنا بقى من القرف اللي احنا فيه ده، لو مش هسيب الباب مفتوح خلاص انا اطلعها منك. راح قايل لها، بقى هو انت مامتك بتقول كده، انت عايزه ترجعي لابو عيالك؟ قالت انا لو عايزه ارجع لابو عيالي ما كنتش اتجوزتك. قال والله ما حد ياخد غيري، لحد يشوفك غيري اصلا بتاعتي يعني. قالت له خلاص امشي بما يرضي الله يا محمد، وما تتدخلش في اللي مالكش فيه، عشان نعيش كويس ونربي بنتك وبنت بناتنا. بس احنا نقول له كده يقول لي ماشي حاضر يا حبيبتي، يقعد يبص فيها في الاخر ياخدها. برضو الجيران يقول لي يضربها ويشتمها ويسب الدين ويقول لي يوم الجريمة، اليوم الصعب اللي هو الله يكون في عونك فيه، عرفت الموضوع ازاي وايه اللي حصل بالظبط؟ انا من التليفون بعد ما هو اتصل من تليفون ياسمين وتليفونه، جيت اتصل تليفونها مقفول. قلت يمكن شهر. يوم ما اخدها من هنا خدها ومش اخدها خلاص، ما اتصلتش في يوم الجمعة. هو تاني يوم ده بقى يوم السبت. يوم السبت بتصل تليفون مقفول وهو تليفونه برضو مقفول. قلت شبكة والله اعلم بيه. المهم قلت هروح لها بكرة الحد اطمن عليها بقى عشان تليفونتها المقفولة دي. جيت انا تعبت، ضغطي كان عالي جدا وتعبت ما قدرتش اروح. قلت خلاص بكرة الاثنين انا هروح. رحت مصلية المغرب واتوكلت على الله. رحت واتصل ابني دي، ماما انت فين؟ قلت له راح اشوف اختك في حاجة؟ قالت لك، قلت له لا ما فيهاش حاجة بس انا راح اشوف تليفونها مقفول. قال لي هو شغال عند الطيب، كشري الطيب. قال لي خلاص يا ماما انا جاي لك بالمكان. قلت له خليك انت حبيبي. قال لي لا. قالته جه وجه هي تاهت عند المكان، ما عرفتش البيت. فروحنا بقى البيت، الشارع اللي هناك كله قاعد وناس لابسه اسود وفي قران وفي حركه غريبه. ما خدتش وديت ده شارع انت ما تعرفيش رايحه، ما تعرفيش رايحه اشوف بنتي ولابسين اسود، لابسين عليها ناس في الشارع بس جرن. في الاخر ان لابسين عشان في جريمه. ومشغلين قران. دخلت العماره برضه في قران، وبس بعمل كده وبدخل البسطه الاولانيه، لقيت باب شقتها مفتوح ومكسور. باب شقتها مقبول يا ربي، شقتها مفتوحه ما بتفتحوش. هي بصي ما بتفتحش شقتها، على طول قاعده كده قافله باب عليها. دخلت لقيت الضابط قاعد في اوضه النوم بتاعت الاطفال قاعد السر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين حضرتك؟ قلت له انا مامت ياسمين. في حاجه؟ بنتي فين؟ ما ردش عليا. راح موطي كده وفي حزن واسف.